واتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت هنا في القناه عن منتخب الجزائر وعن منتخب المغرب، ولما كنا بنتكلم عن الجزائر او المغرب كان الناس بيقول لك انتوا بتطبلوا وانتوا بتعملوا وانتوا بتساووا. يا جماعه هم دول النموذجين اللي احنا شايفين ان هم نموذجين ناجحين في اختيار البنيه التحتيه وفي اختيار المدربين للمنتخبات الوطنيه. انما لما نيجي مثلا نتفرج على المنتخب المصري او المنتخب التونسي فاحنا محتاجين نعمل وقفه، ونعمل وقفه طويله بصراحه، لان المنتخب المصري معروف العلاقات والمجاملات الكتيره جدا اللي كانت بتحصل في تعيين المدربين بتوع المنتخبات الوطنيه، واخرهم تعيين كابتن شوقي غريب المدير الفني اللي تم اقالته بعد الاولمبياد كمدير فني جديد للمنتخب الاولمبي الجديد اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نجمع فريق ونعمله ونديه كابتن شوقي غريب علشان خاطر يستلمه، اللي هو يا جماعه الناس بتشتغل بناء على اي اساس. بس لما دورت بصراحه لقيت ان اخواننا في تونس شغالين بنفس المبدا بتاعنا بالظبط، في قرارات بتتاخد محدش في الشارع التونسي بيبقى فاهمها. يعني مفترض ان انت شلت ارن جريس اللي واخد رابع في امم افريقيا 2019 في مصر علشان خاطر سوء الاداء، وتونس ما كانتش بتقدم اداء مقنع للشارع والشعب التونسي اللي بيحب كره القدم الجميله، فتروح تجيب مدير فني السي في بتاعه قليل، تروح تجيب مدير فني زي منذر الكبير، الناس كلها تبقى قاعده مستغربه ازاي وبناء على اي اساس تم اختيار السيد منذر الكباير. هل الراجل كان عنده سي في قوي؟ لما تقعد تبص على السي في بتاع السيد منذر الكباير، اول تجربه ليه كان مع النجم الساحلي وفضل معاه لحد 2013 ومدير فني مركز التكوين، ده معناه ان الراجل ما نجحش مع النجم الساحلي. اشرف على النادي البنزرتي وقدر التتويج بكاس تونس قبل ان يخوض في 2014 تجربه مع النادي الافريقي، يعني مشي بعدها راح الافريقي وخد كاس تونس بس مع النادي البنزرتي، ثم عين مدرب لمستقبل مرسى لمده موسمين، و2018 تعاقد مع الترجي واشرف في جانفي ليعود للخطه الاولى التي جاء من اجلها لفريق باب سويكا كمدير فني لفئه الشباب، يعني كان كمان شغال في الشباب في الترجي، نهار اسود امنيه بالسنينه. حتى استمر في منصبه لموسمين قبل ان يقرر نهايه التجربه. يعني الراجل السي في بتاعه ما فيهوش نقطه مضيئه غير كاس تونس اللي هو خده، يبقى بناء على ايه ده اللي هيقود احلام الشعب التونسي وده اللي هيحاول يرجع الكره الجميله للمنتخب التونسي؟ هتقول لي تمام انت ظالم الراجل، الراجل بيقول ان هو كسب 18 ماتش، حسام البدري كان بيقول لنا ان هو كسب 10 12 ماتش، حسام البدري قعد معانا السنه كامله ما كانش بيعمل وديات ولا كان بيعمل اي حاجه خالص وكان ماشي على الله، بس الامانه بتاعت ربنا يعني حسام البدري كان عنده سي في قوي، وحسام البدري كان عنده شخصيه، البدري لما كان بيقف على الخط اللعيبه كانت بتخاف منه، وكان بيقول لك ابو تكشيرتك يا جدع انت دمك تقيل انت بتخوفنا انت، انما منزل الكبير بصراحه لعيبه المنتخب التونسي بيبان قوي ان هي مش بتحترمك، بيبان قوي ان انت مش شخصيه ومش مسيطر عليهم. لعيبه المنتخب التونسي لما كانت بتتدلع ماتش عمان انت طلعت ماتش عمان في المؤتمر الصحفي وقلت ان احنا ظهرنا بشخصيتنا الحقيقيه، ده معناه ان انت عندك حاجه في دماغك لان اللعيبه مش محترماك وعماله تضيع فرص سهله وانت طالع تقول ان ظهرنا بشخصيتنا الحقيقيه. شخصيه حقيقيه ايه يا ابو شخصيه؟ بص هو انا مش جامد قوي على يوتيوب علشان خاطر لما اعمل فيديو اتكلم فيه على منذر الكبير انا اقصد حاجه ضد المنتخب التونسي، بس انا بشوف ان في جوده لعيبه في منتخب تونس عاليه جدا تستحق مدير فني كبير، تستحق مدير فني يعرف ينشئ للمنتخب التونسي حاجه اسمها بنيه تحتيه ويعرف يشغل المنتخب التونسي صح. انما منذر الكبير كل ميزته في الحياه انه عنده صداقه مع السيد وديع الجريء رئيس اتحاد الكره في تونس او رئيس الجمعيه في تونس. انا بشوف ان الراجل ده استمراره في منتخب تونس هو استمرار لتضييع الوقت واستمرار لإدار فرص وسنوات على مدير فني فاشل مهما هيقعد معاك فترة طويلة مش هيعمل لك منتخب محترم، مش هيعمل لك منتخب عنده شخصية، مش هيكسب لك بطولات، مش هيقدم لك أداء جميل. فأنت نفس الوقت اللي كنت بتضيعه مع ألان جريس رغم أن ألان جريس كان اسم ورغم أن ألان جريس عمل حاجة مع منتخب تونس انت مشيته عشان خاطر مش بيقدم اداء، انت جاي مدير فني مش بيقدم اي حاجه. فاستمرار منذر الكبير عليه مليار علامه استفهام وعليه حاجات كتيره جدا محتاجين نفهم الدنيا بالنسبه للشارع التونسي ماشيه ازاي. هل الناس اللي بتدافع على منذر الكبير ايه وجهه نظرها؟ لان انا بصراحه نفسي اعطف واحد من اللي بيدافع على منذر الكبير هنا عندي في القناه، نفسي واحد في القناه يقول لي منذر الكبير من ساعه ما جه بيعمل 1 2 3 وقتها اعمل لك ريسبكت. انما لما تيجي تقول لي يا مصر مالكش دعوه بمنذر الكبير وانا اقطعكوا يوم الاربعاء اقول لك مع نفسك كمل، احنا كده كده كنا متقطعين من الاردن يا باشا مش هنقطع منك، ما توحد الله يا معلم كده في قلبك. اه وانت بتوحد الله في قلبك كده اعمل لايك للفيديو اللي عجبك، ولو ما عجبكش فعادي تذكر ان انت بتتفرج على منذر الكبير من 2019 وما جاتش على اخوك يعني.